السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يومنا الرابع، اليوم يصادف يوم الجمعة إن شاء الله بعد سويعات نصلي صلاة الجمعة، لكن قبلها تلمينا مجموعتين العمرة اللي جينا فما عمرة أخرى باش نعملوا جولة حول المسجد النبوي إن شاء الله ونتعرفوا على مختلف المعالم الموجودة فيه مع طبعا الشيخ محمد العتاوي. صباح النور شيخ، كيف الحال؟ السلام عليكم ورحمة الله. شحالك اختي؟ ان شاء الله جولة هذية. البارح انا ضحكت في الحفلة، قلت لنا راهو كيما البول باش يدور بصغيرات اليوم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هو فعلا اليوم جولة باش نقوموا بها يعني حول الحرم، باش نشوفوا بعض المعالم التاريخية وبعض المعالم اللي ربما صارت فيها بعض الأحداث اللي عندها علاقة بديننا وبإسلامنا. طبعا هي جولة عبارة جولة عائلية فعلا، يعني عبارة أبوه باش يهز صغاره باش يحوص بيهم باش يوريهم بعض الأماكن ويفهمهم وما يحكي لهم على أشياء صارت في الأزمنة الفارطة، خاصة يعني تكون فيها أشياء أو أحداث يعني مهمة في تاريخنا الإسلامي. كما قاعدين نشوفوا الآن درس حول حادثة سقيفة بني ساعدة، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بحكمته رضوان الله تبارك وتعالى عليه صعد المنبر فقال للناس: من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أما مسجد الغمامة أين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيث النافع واستجاب له الله. عينينا